بسم الله الرحمن الرحيم. ولأن رمضان 30 يوم مع بعض هنعرف 30 سبب للسعادة ونغير حياتنا الأفضل في كل يوم. والنهاردة وصلنا ليوم الثالث من أيام الشهر الكريم، هنتكلم على النهاية السعيدة. الإنسان العاقل لازم يعرف أن كل شيء له نهاية، حتى العمر له نهاية، فلأن كل شيء كده كده هينتهي لازم استعد للنهاية دي. تعالوا نعرف مع بعض حكاية راجل. الراجل ده كان موجود في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وكان كبير في السن، ولما حب يهاجر من مكة للمدينة زي ناس كتير جدا هاجرت من مكة للمدينة، هو كان معاه أموال، فالمشركين مسكوه، ودول الناس اللي كانوا عايشين في مكة، قالوا له أنت جيتنا وأنت كنت فقير وصعلوك وغلبان واغتنيت لما أنت قعدت عندنا، معقول يعني نسيبك كده تمشي بفلوسك؟ قال لهم يعني لو أنا سبت فلوسي كلها وانتوا أخدتوها تسيبوني أمشي؟ قالوا له أيوة. قال لهم خلاص ادوني راحلة، راحلة يعني ادوني حاجة أمشي بيها من مكة للمدينة. فوافقوا، فترك كل الأموال، ترك كل حاجة. هو في اللحظة دي وهو ماشي من مكة للمدينة في الصحراء، نتخيل راجل كبير في السن مش قادر أو مش عارف هل هو هيكون عنده فرصة أنه يجمع أموال تانية ولا لأ، هو ساب كل حاجة وفكر في نهايته، فكر أنه هو لما هيموت الأموال مش هتنفعه ولا أي حاجة جمعها في دنيته هتنفعه، فكر بس في لقاء ربنا سبحانه وتعالى. وكانت المفاجأة لما وصل المدينة لقى سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وهم بيقابلوه وبصوت عالي بيفرحوه بيقولوا له ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، يعني ربنا سبحانه وتعالى نزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. والرجل ده هو سيدنا صهيب الرومي. اتعلمنا إيه؟ اتعلمنا ان لازم نستعد لليوم اللي هنقابل فيه ربنا سبحانه وتعالى. والآية الموجودة في الجزء الثالث، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. استعد للقاء ربنا سبحانه وتعالى في اليوم اللي كل نفس هتاخد حقها بالمظبوط. واحنا في الشهر الكريم لازم نفكر ازاي اقرب واكتر واكتر واستعد لليوم الاخر عشان يكون نهاية سعيدة.